تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيفي لحلقة كورة هذا المساء اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي مصطفى كريم. أهلاً وسهلاً، مرحبا بك أبو صفا. حبيبي أستاذ علي، سعيد جدا أن أكون وياك. أنا لا أسعد بعد معاناة. شو قلت المدرب الكروي فتحت عيونك؟ لا بعد إن شاء الله، يعني بعدني ما دخلت بالتدريب وبعدني ما اشتغلت، فإن شاء الله تكون صارت عندك رخصة إجازتي إن شاء الله. وأنا عندي هواي حديث وياك بهذا الموضوع، بس حدثني أنت عن مصطفى كريم. إحنا مقبلين على عام 2022، شنو مشاريعك الرياضية؟ الحمد لله أنه مثل ما تفضلت أنت، بعد ما نعتزل كرة القدم هذا بنهاية الموسم اللي فات، رأساً أنا كان اتجاهي وهدفي وتفكيري أنه أدخل التدريب، وطموحي أنه أدخل العالم التدريب. الحمد لله رأساً بعد ما اعتزلت دخلت دورة السي الآسيوية اللي صارت محافظة النجف الأشرف، الحمد لله أخذتها وبامتياز يعني، وإن شاء الله يعني الفترة المقبلة يعني أكمل باقي الدورات وباقي المتطلبات الموجودة يعني للمدرب، وأيضا المعايشات إن شاء الله قريبا سأدخل مع أحد الفرق، أما المصرية أما القطرية يعني. لو مع الإسماعيلي لو في قطر؟ يا أما مع الإسماعيلي، منتظر يعني منتظر رأي المدرب ومنتظر موافقة المدرب، لأن مدرب جديد ومدرب هسه دخل للفريق، فبعد إنه أكو مفاوضات. أما بالدورة بشكل عام النادي الإسماعيلي ما عنده مشكلة، هم ما عندهم الإدارة، الموضوع يم المدرب. الإدارة يعني أنا أخذت موافقة الإدارة، بقى بس موافقة الكادر التدريبي مثل ما قلت لك، لأن الكادر التدريبي جديد محتاج موافقته، وتعرف هم إجا فترة صعبة وفترة حرجة، نتائج الفريق مو زينة، فحاليا هم مركزين حتى داخلين معسكر مغلق في سبيل التحضيرات للاستئناف الدوري بعد كأس العرب. يا أما إذا ما صارت في قطر وين؟ والله شوف، هم وعدوني فريقين أو ثلاثة، منتظر منهم الرد يعني، خلي أنتظر منهم الرد بالفترة المقبلة يعني. عادي ذكرهم ما يأثر على أصل الفكرة، مو هو يا نادو يا نادو. الشخص اللي وعدني بهذا الموضوع يعني دي يجري مفاوضات مع الريان ومع الوكرة وأيضا مع مصلات، فممكن يعني دا ننتظر أي فريق ممكن ما يوافقون، الثلاثة أندية ممكن ما يوافقون.